صالح نجم فريق نادي المصري النهارده مباراه قويه جدا ومباراه الفرص الضائعه. اعتقد يعني فرص كتير جدا، نادي المصري ضيع فرص كتير، الانتاج ضيع بعض الفرص. شايف المباراه ازاي؟ وهل نقدر نقول يعني ثلاث نقاط ضاعت او نقطتين ضاعوا من فريق المصري؟ اكيد طبعا، احنا نازلين نلعب على المكسب من بدايه الماتش. اعتقد كان عندنا نسبه استحواذ عاليه خصوصا في الشوط الثاني، قدرنا نوصل في اكتر من كوره، بس طبعا كرة القدم يعني توفيق وعدم توفيق، ربنا مش رايد النهارده ناخد ثلاث نقاط، بس اللعيبه عملت اللي عليها وكانوا رجاله. بس احنا في كل ماتشاتنا مع اي فريق بننزل عايزين ثلاث نقاط. طبعا فريق الانتاج بيقوده جهاز فني محترم وعنده مجموعه لاعبين خبره، قدروا ان هو يخرجوا بالماتش كده، اعتقد هم جايين ياخدوا نقطه وقدروا ياخدوها. اعتقد كابتن رمزي يعني انت اكتر واحد ممكن تشوف اداء امير النهارده بعد يمكن اكتر من فرصه كحارس مرمى بعين حراس المرمى. شايف امير طبعا صديق فشت في مجروحه، امير انا بحترمه، قدم مباراه جيده، قدر ان هو يشيل اكتر من كوره، وفي نفس الوقت احنا لاعبتنا ما توفقوش، بس الحمد لله على كل حال لازم نتقبل اي نتيجه. ده ربنا مش رايد لنا الفوز النهارده، احنا ادينا الماتشات اللي فاتت باعلى مستوى، اخر خمس ماتشات اديناهم برتم عالي جدا. وبرده عايز اقول كلمه ان احنا لعبنا مع اسوان هم مرتاحين زياده عننا يومين، لعبنا مع الانتاج هم مرتاحين زياده عننا يومين، احنا يعني ما فيش مساواه بصراحه. يعني انت لما تلعب خلال 72 ساعة ماتشات والفرق التانية بتكون لعبة مريحة كتير بزيادة عنك يومين في الكورة تفرق كتير، وخصوصا ان جهد الماتشات عالي، بس اتمنى انه يحصل مساواة. يعني احنا كنا خايفين من الفترة دي، ولسه عندنا المقاولين يوم 30 وعندنا الداخلية يوم 2، فاحنا في النهاية لعيبة كورة، يعني لازم يكون في مساواة بين الفرق، ما ينفعش انا العب مع فريق مريح زيادة عني. ولكن يعني اتمنى انه يكون في عدل او مساواه في حط الجدول والبرنامج بتاع الدوري المصري. لكن لو قلنا كلام مهم هتقوله لجماهير النادي المصري اللي بدات تطمح الاقتراب من يعني المقدمه بشكل كبير جدا والوصول للمركز الثاني. يعني طبعا بص، الفريق يعني في الفترات اللي فاتت، السنين اللي فاتت كان بيمر بمرحله عدم توازن، كان اقترب من الخطر كتير. احنا النهارده جه جهاز فني طبعا محترم جدا، جاب مجموعه لاعبين صغيرين في السن ودعمهم باثنين ثلاثه لعيبه خبره، فاحنا كل هدفنا دلوقتي ان احنا نطمح نحط النادي المصري في مكان كويس يليق بسمعه النادي وبتاريخه، ومن حق الجمهور طبعا ان هو يطمح ان هو يوصل لمراكز متقدمه، واحنا بنلعب على الاربع مراكز الاولانيين، وده وضع من رتمنا ان احنا يعني في كل الماتشات بننزل سواء اي فريق بنلعب ضده احنا بنلعب على ثلاث نقط. بشكرك كابتن رمزي حبيبي. شكرا. ممكن ده كان لقاءنا مع كابتن رمزي صالح حارس مرمى. مدرب فريق الانتاج الحربي، لعبتوا النهارده مباراه اعتقد مباراه نقدر نقول عليها مباراه الفرص الضائعه، فرص كتيره ضاعت للفريق الانتاج ثم للنادي المصري. جاي النهارده تلعبوا على نقطه ولا على الفوز؟ بصراحه اكيد على فوز، ما يعني بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه اكيد طبعا كنا نازلين بهدف الفوز، وده مهم جدا، ماتش يعتبر ماتشنا بتاعنا، انما يعني ادينا بشكل كويس والفريق ادى بشكل كويس وكان في مجهود كتير وكبير من الفرقتين للامانه، انما كان الماتش مقفول شويه او الماتش كان في نص الملعب اكتر منه في هجمات، الهجمات قليله انما فيها خطوره، انما الحمد لله رب العالمين بنحمد ربنا على اي نتيجه. ومهم جدا في بدايه مشوارك او في المشوار بتاع الدوري ان انت ما تخسرش نقاط، لو ما قدرتش تكسب على الاقل بتحافظ على الرصيد اللي انت داخل بيه قبل الماتش وهي النقطه. يعني كابتن وائل، اعتقد الملحوظ لفريق الانتاج برغم ان في مجموعه كبيره جدا من النجوم، لكن في ندره في التهديف وقله في عدد الاهداف، اعتقد 7 اهداف حتى الان. يعني زي ما انت بتقول، انما في نفس الوقت انت بتبقى طالما بتروح وبتتواجد في المنطقه ما بتبقاش محتاج غير التوفيق. التوفيق ده ما بيبقاش موجود مع اللعيبه طول الوقت، والنحس ما بيبقاش موجود طول الوقت، يعني فاحنا دلوقتي في فتره نحس، فتره عدم توفيق لبعض اللاعبين، اعتقد انها هتفتح معاهم باذن الله، ويوم ما تفتح اعتقد ان الاداء والنتيجه والجدول والموقع هيتغير بشكل كبير جدا. كابتن وائل، اعتقد النهارده برضو يمكن الفريق المصري في مركز متقدم في ظروف احسن، يعني عنده برضو يعني الفرقه زي ما بيقولوا وصلت لمقربه من المركز الثاني او الثالث تحديدا، يعني عملت حسابات كتيره للمباراه دي قبل هذا اللقاء لاحمد رؤوف لكثير من اللاعبين الهدافين في الفريق؟
لكل المباريات بنعمل حساب للفرق اللي بنلعبها، كل المباريات اصبحت مباريات صعبه، كل الفرق بتادي، كل الفرق بتجتهد، كل المدربين او المديرين الفنيين بيحاولوا ان هم يعملوا احسن تشكيله واحسن تغيير واحسن اداء في المباريات. فمباراه النهارده كانت بالنسبه لنا زي اي مباراه، كنا بنحاول ان احنا نجتهد بشكل كبير من قبل المباراه، مركزين في ان احنا نكسب. رمزي صالح هو عمال يهرج من ورا، انما زي ما بقول لك يعني مهم جدا ان انت ما تخسرش نقاط في مشوارك في الدوري، لان هي عامله زي السبحه.